حديثنا في هذا المجلس عن مداخل الشيطان أجارنا الله تعالى وإياكم منه. نحن اتفقنا أن كيد الشيطان ضعيف، الله أخبرنا إن كيد الشيطان كان ضعيف، واتفقنا أنه يدفع بالذكر، فما الحاجة إلى الخوض في تفاصيل مداخل الشيطان؟ نحن بحاجة إلى ذلك، لأن هذا يعطي الإنسان تبصر بنفسه هو. الشيطان ذكرت الله خنس، لكن الشيطان من أين يدخل عليك؟ والله لولا ظلمة النفوس، لولا أمارية النفوس بالسوء، لولا حظوظ النفوس، لولا أمراض القلوب، ما استطاع الشيطان أن يدخل. يعني يمكن أن يصل الإنسان إلى حالة الشيطان لا يستطيع فيها أن يوسوس له؟ نعم ممكن. الدليل، الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان ليفرق من ظلك يا عمر. ما هو فقط الشيطان يعجز عن اللعب بقلبك والوسوسة، يخاف من ظلك، يشرب يشرد يهرب من ظلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. أي أن الشيطان لا يقوى على أن يقترب من ذات قد امتلأت بهذه المعاني من النور. ومن علامات أصحاب هذه الذوات أنهم لا يأمنون جانب الشيطان. طيب الشيطان لا يقدر أن يقترب منهم؟ نعم هو لا يقدر أن يقترب منهم، لأنهم قد هذبوا أنفسهم، رقوها لله عز وجل. أيضا هم لم يأمنوا جانب الشيطان. كان يذكرون عن إمام أهل السنة في زمانه أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه ونفعنا به، لما كان في سكرات الموت كان أصحابه من حوله عندما يرون السكرات تأخذ به يرددون حوله: لا إله إلا الله. السنة عندما يحضر أحدكم عند محتضر أن يردد عند مسمعه لا إله إلا الله، لا يقول له قل لا إله إلا الله، لأن كرب الموت وشدة الموت تجعل الإنسان قد يستثقل أحيانا كلام الذي بجانبه، فتكون قد آذيته إذ جعلته يستثقل لا إله إلا الله في آخر عمره. لكن رددها على مسمعه، فإن نطق بها أسكت، اكتفي أن يكون هذا آخر كلام، فإن نطق بشيء آخر كرر لا إله إلا الله. على كل، كانوا عند أحمد بن حنبل فكانوا يقولون له لا إله إلا الله، فسمعوا يقول لا ليس بعد، ليس بعد. ها، إمام السنة أحمد بن حنبل يقولون له لا إله إلا الله وهو في سكرات الموت لا ينطق به، يقول ليس بعد. فأخذهم وجوم، خافوا قلقوا طلابه وأحبابه، ففتح عينيه بعد أن أفاق قليلا وقال: هل كنتم تقولون شيئا؟ هل كنتم تقولون شيئا؟ قالوا: نعم كنا نقول لا إله إلا الله، وكنت تقول لا ليس بعد. قال: أما وإني لما كن أكلمكم، ولكن إبليس أعاذنا الله منه قد ظهر لي وهو عاض على إصبعه يقول: أفلت مني يا ابن حنبل، يريدني أن أعجب بنفسي فألقى الله على العجب. يقول: أفلت مني يا ابن حنبل، فقلت له لا ليس بعد، أي ما دامت الروح في الجسد فلا يمكن أن أأمن هذا المكر. هؤلاء أصحاب النور الذي لا يستطيع الشيطان أن يلج إلى قلوبهم، هم من أكثر الناس تنبها وتحذرا وحيطة انتباها من مداخل الشيطان. لهذا نحن بحاجة إلى معرفة مداخل